الإيمان من محاسن الإيمان بالقضاء والقدر التيسير على الإنسان أن يعيش في هذه الدنيا راضيا بما قضى الله سبحانه وتعالى قسم قدر له وقدر لغيره. إنسان تزحلق ووقع لو أنه لا يؤمن بالقضاء والقدر يصبح يقول لو أنني مشيت ببطء، لو أنك دائما تجد هذا الإنسان حزينا دائما متأسفا، لكن إنسان يؤمن بأن الله قضى كذا هذا يقول قضى الله كذا. إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا فقد مالا إنا لله وإنا إليه راجعون. لا أقول أن الإنسان يكون مهملا، أنت احتط وضاع المال تقول قضى الله كذا، هذه من الضراء التي تصيب الإنسان، وذكر النبي أنه إذا صبر عليها ورضي هذا الإنسان يعني كانت خيرا له. مات له ولد فلا يقول لو أني لم أخرج هذا الولد يشتري، يقول قدر الله سبحانه وتعالى، أي قضى الله أن هذا الولد ينتهي أجله في هذا اليوم، قدر أجله أن ينتهي في هذا اليوم. نعم، فالإيمان بالقضاء والقدر ييسر على الإنسان الحياة، لأن بعض الناس لم يفهم هذه المسألة فيجتهد في الليل والنهار لميل مثلا المال. الإنسان يجتهد كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، لكن نؤمن أنني إذا أراد الله أن أصبح غنيا سيغنيني، أنا أجتهد لكن أعلم أن الغنى هذا قضاء من الله. ابتليت ففقرت، أعلم أنا أجتهد وأحافظ على عملي وإلى آخره، لكن في بعض الأحيان الله يبتلي الإنسان فيه فيفتقر، فلا أقول يعني لو أني لم أفعل كذا وكذا، ولو خلاص قضى الله بكذا، فييسر على الإنسان في كثرة الأولاد، في قلة الأولاد، في كثرة المال، في قلة المال، في كبر وسلامة الإنسان من جهة الصحة ومن جهة الأمراض. لا أقول ما يتعمده الإنسان، لأن الإنسان مأمور أن يحفظ نفسه لا أن يلقي نفسه بالتهلكة، فإذا فعل كذا كان آثما. أقول فيما نفذ من قضاء الله سبحانه وتعالى على الإنسان ولكن هو لم يتعمد ذلك، فهذا الإنسان الذي يفهم مسائل قضية القضاء والقدر يعيش في هذه الدنيا، ييسر عليه المعيشة في هذه الحياة.